ونروح بقى لأخبار الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية. الكلام اللي هقوله دلوقتي ده دي كواليس خاصة لبرنامج 7 دي سبورت. خلال الأسبوع الحالي كان فيه جلسة لمجلس إدارة اتحاد الكرة تحديدا يوم الحد الماضي، ولم تعلن عن نتائجها حتى الآن، ولا حتى اتحاد الكرة أصدر بيان، رغم أنها شهدت منافسة ومناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بمختلف المراحل السنية. الكلام اللي ما حصلش عليه خلاف خلال الجلسة ده كان تعيين عادل مصطفى مساعد لميكالي في المنتخب الأولمبي، وطبعا مكان كابتن وائل رياض شيتوس، ورامي عادل مساعد لكابتن وائل رياض شيتوس اللي مسك منتخب 2005. لكن حصل تعديلات كمان على جهاز منتخب 2008 اللي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وبيقود طبعا كابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق، وكان المفروض يكون معاه كابتن عادل مصطفى، لكن خلاص كابتن عادل مصطفى بقى مع ميكالي، والبديل بتاعه هيكون محمد ابراهيم لاعب الاولمبي والاتحاد السابق، وهيكون المساعد الثالث بقى في الجهاز ده كابتن احمد رؤوف لاعب الاهلي السابق. الخلاف الكبير بقى كان عند منتخب 2007، وده اللي انفرد بيه الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره بتشكيله، وكان في بعض المرشحين هو رفضهم كلهم، وقرر خلال الجلسه انه يشكل الجهاز ده مكون من حسين عبد اللطيف مدير فني، وطارق الصاوي مدرب عام، وعبد الستار صبري مدرب مساعد، وامير عبد الحميد مدرب حراس المرمى. لكن هنا بقى بدات الخلافات. رفض كابتن عبد الستار صبري العمل كمساعد، وقال ان انا المفروض ابقى مدير فني، ده اللي طلبه كابتن عبد الستار صبري. وكمان في منتخب مواليد 2009 وده المرشح الابرز ليه كابتن طارق السيد، وان المفروض يعلنوا عنه، لكن المفروض مش هيتم الاعلان عنه، مفيش ارتباطات قريبه ليهم يعني. طبعا اتحاد الكره في حاله ارتباك ولم يعلن عن التعديلات حتى الان. الحاجه الوحيده اللي اعلنها بشكل رسمي هو انضمام رامي عادل لجهاز كابتن وائل رياض شيتوس، وده لان منتخب 2005 مسافر في مشاركه في بطوله شمال افريقيا ولازم يكون الجهاز كامل. طبعا اتحاد الكره عمال يشكل اجهزه فنيه وناسي انه ما عندوش اصلا مدير فني لاتحاد الكره، اصلا ما فيش مدير فني لاتحاد الكره عشان يتابع المنتخبات دي ويكون ليه خطه عشان يحصل تواصل بقى بين الاجيال. والحقيقه دي اغرب حاجه ممكن تشوفها في اي اتحاد في العالم، مفيش مدير فني اصلا، واللي بيتحط الاجهزه دي بالمزاج بقى مجلس اداره الاتحاد. يعني استاذ جمال علام قرر ان هو ينفرد بجهاز فني لمنتخب من المنتخبات لوحده. خلاص احنا كابتن حازم امام مع المنتخب الاول، كابتن محمد بركات مع المنتخب الاولمبي، الباقي بقى مفيش مدير فني، مفيش حد اساسا يكون مسؤول فني يديني حد. المفروض المسؤول الفني عن الاختيارات يا جماعه يكون المدير الفني لاتحاد الكوره. احنا من بعد اقاره فنجاده ما عندناش مدير فني لاتحاد الكوره، فمين المسؤول؟ اتحاد الكوره نفسهم بقى هم مع بعضهم بنقعد قعده حلوه كده ونشوف هنجيب مين فين. دي بالنسبه لي انا يعني ازاي فنيا ايه المقاييس اختيار مدير فني مواليد 2007 او 2008 او 2009؟ ايه المقاييس ومين يشتغل مع مين؟ انت بتحط الناس بدون ما تختارهم. ما هو معنى ان كابتن عبد الستار صبري اعترض والناس بتعترض ان انت حطيته من غير ما تاخد رايه ولا تعرفه هو هيشتغل ايه. طب ازاي يعني انا قاعد في امان الله انت مدير فني منتخب 2007 مبروك عليك، ازاي يعني؟ طب وايه انت بتقيم الناس دي بناء على ايه؟ يعني انت حطيت جهاز فني بالكامل اهو دلوقتي هم ما يعرفوش ان هم هيشتغلوا مع بعض، قيمتهم بناء على ايه؟ فاحنا بنستعد يا جماعه لاولمبيات في باريس، وبنستعد لبطولات شباب، وبنستعد لحاجات كتير جدا.